على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة على حب الحسين بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة من سورة الإنسان أو سورة الدهر أو سورة هل أتى، الله سبحانه وتعالى يذكر قصة طريفة حصلت مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي عندما نذر الإمام علي عليه السلام وفاطمة سلام الله عليهما إذا شفى الله الإمام الحسن والحسين فإنهما سوف يصومان 3 أيام، وتحقق الشرط وأوفوا بالنذر. والله سبحانه وتعالى وصف هذه الحادثة في القرآن، وهناك روايات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. ما أريد أن أذهب إليه هنا نلاحظ أن الخوف من الله سبحانه وتعالى ورد مرتين في هذه الآيات التي ذكرناها. المرة الأولى حين الوفاء بالنذر، أنه عندما وفوا بالنذر، ولماذا وفوا بالنذر؟ لأنهم يخافون يوما عذابه أو كذا يوما قمطريرا، وكذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى يخافون يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة. ثم المرة الثانية بعد ماذا؟ بعد أن انتهوا من الوفاء من النذر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما لماذا هذا الإطعام؟ إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نلاحظ نحن أن الذي يتحدث من هم؟ هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المشكلة أنه عندما نحن نحاول أن نفسر هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى أو الخوف من عذاب يوم القيامة، قد نظن بأن الإنسان المؤمن كل همه هو هذا اليوم وهذا العذاب وأن يبتعد عن هذا العذاب، فيجلس ينعى نفسه يبكي يتألم ولا يفعل شيء في هذه الدنيا إلا أن يخاف الله ويبكي ويتهجد فقط طوال الليل والنهار حتى ينقذه الله سبحانه وتعالى من هذا اليوم.
الخوف من الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا كله. عندما يخاف الإنسان من الله إذن حتى ينأى بنفسه عن هذا العذاب أو عن هذا اللوم أو عن عذاب يوم القيامة ليس عليه إلا أن ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وإن جئنا نحن لتنفيذ أوامر الله لا نجد أن المؤمن مطلوب منه أن يجلس في بيته يتهجد ويتعبد ويختم القرآن في ثلاثة أيام وأن يحيي الليل وينسى شغله وينسى عمله وينسى عائلته وينسى مجتمعه. لا، المؤمن خلق لأن يعمل في هذه الدنيا وأن يوصل هذه الدنيا في الآخرة. وكيف يوصل هذه الدنيا في الآخرة؟ بأن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يعمل الواجبات ويترك المحرمات. هذا هو المطلوب منه، لكن من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال التواصل الأسري، من خلال العمل في هذه الدنيا حتى تتحقق المعادلة التي ذكرها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. أنا أحتاج أن أعمل في هذه الدنيا كأني سأخلد، يعني لا يجوز أن أقول خلصت أيامي بكرة ميت، ما بنعرف متى الموت. أنت شاب أو كبير بالعمر أو شيء لا يهم، الموت قريب من كل واحد. نسبة الموت، قربة نسبة الموت إلى أي إنسان نسبة واحدة، ليست كبيرة وليست كثيرة. نحن نعد الأيام لكن هي لحظات عند الله سبحانه وتعالى. الموت لا يعرف لا صغر ولا كبر، لا أحد يعلم متى يموت. إذن العمل في هذه الدنيا مطلوب حتى تستمر الحياة، حتى الجيل الذي يأتي يستفيد مني أنا ومن جيلي الذي استفاد من جيله، من جيله السابق، من الجيل السابق، وهكذا تستمر الحياة. ولكن بنفس الوقت أن تتساوى المعادلة، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن العمل الدنيوي لا يتنافى مع العمل الأخروي، لا بد من التوفيق بين العملين، أعمل للدنيا وأعمل بنفس الوقت للآخرة. فإن كنت أخاف الله سبحانه وتعالى إذن أتجنب المعصية وأطيع الله سبحانه وتعالى حتى يذهب عني شر ذلك اليوم الذي ذكر في هذه الآيات. هناك مؤمنون يحاولون، المؤمن طبعا نيته طيبة يريد أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى ويريد أن يضمن الجنة، يريد أن يضمن آخرته، وبالتالي يعمل لهذا الشيء. لكن المشكلة في هذا المؤمن أنه لا يوازي بين الأعمال. في الوقت الذي تراه يشدد على شيء يترك أشياء، وفي الوقت الذي يترك أشياء يشدد على أشياء أخرى. يعني هناك تطرف بين التمسك بشيء بطرف بجهة معينة من الدين وبين أن يفلت منه زمام، تفلت منه زمام الأمور بالنسبة إلى الدين، طبعا عن غير قصد، عن غير قصد، وإنما هذا الأمر ينتج نتيجة عدم الخبرة وعدم فهم الدين بشكل صحيح. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك أمور لا يلتفت إليها المؤمن، لماذا؟ لأنه يغفل عن الجوانب كلها. عندما مقولة لإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله خلفه وأمامه وفوقه وتحته وبين جنبيه. ما المقصود؟
المقصود أنه لا يرى، أنه نحن نعلم أن الله لا يرى بالعين المجردة، وإنما أمير المؤمنين عندما يرى شيئا يرى أحكام الله في هذا الشيء، ويرى لماذا ذكر من كل الجوانب حتى لا يفلت منه جانب دون جانب آخر. مثال أعطي أمثلة، نحن نتمسك بالأكل الحلال، هذا أرجو أن تلتفتوا إلى هذه النقطة لأنها مرض اجتماعي. نحن نتمسك أننا نريد أن نأكل الحلال خاصة في المهجر، فنريد نبحث عن مصدر للحم الحلال، صحيح؟ فنتأكد من فلان وعلان وكذا الذين يذبحون أن هذه لحومهم حلال. ما الغاية من ذلك؟ الغاية أني أريد أن أتجنب اللحم الحرام، لكن ماذا؟ في صار بصير عندي أحيانا الغلو في التطبيق. كيف؟ يعني مثلا منطقة ديربون الحمد لله متوفر فيها كثير من محلات البيع الحلال، صحيح؟ ولكن مجرد أن أسمع شخص يشكك في شخص أبتعد عنه، بالنتيجة كل ما سمعت من واحد ببتعد، كل ما سمعت من واحد ببتعد، بالأخير بطلع بنتيجة أنه أنا ما بحسن باكل حلال بكل ديربون. أنا شفت هذا الشيء بعيني وشفته في المجتمع، ما في واحد إلا ذكر عليه إشكال. طيب من أين نأكل؟ هذا مؤمن وهذا يعمل لأجل إطعامنا الحلال، إذا أنا سمعت كل ما سمعت شك أو ظن أو شيء من هذا القبيل تركته، إذا ما عاد حدا يحسن يأكل لحم الحلال. منشوف دائما، مرة سألت واحد كم مطعم فينا نأكل في ديربون، أول ما جيت بعد غياب طويل عن ديربون، جيت السنة الماضية فسألته شو المطاعم اللي بتثق فيها، طلع بالنتيجة مطعم واحد بس مطعم واحد. طيب هل هذا ممكن؟ هل هذا صحيح؟ الفرق بين الحق والباطل ما هو؟ أربع أصابع. الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. هذه الشكوك التي نسمعها والإشاعات التي نسمعها عن المؤمنين الذين يبتعون اللحم الحلال لا تكفي للحكم عليهم. هذا مسلم عندما يقول لك لحمي حلال، إذا كل واشتري اللحمة من عندي. من كم يوم سألت أحد المؤمنين عنده مطعم بعيد شوي عن ديربون، سألته عندك شيء مو حلال بهالأكل اللي أنت موجود عندك؟ قال نعم عندي كذا، مواد بسيطة يعني ليست أساسية. السؤال الذي طرحته عليه، هل تقلي أو تشوي هذه الأشياء مع نفس الحلال؟ قال نعم. قلت له شكرا. هذا المؤمن صدق معي، لم يكذب، قال أنا عندي مادة ثلاثة هذه ليست حلال، وصدق معي بالجواب. كان يمكن أن يكذب يقول لا شيخنا أنا لي لحاله مثلا أو بشوي لحاله، لكن ما أراد أن يظلمني فقال لي نعم أنا أشوي هذه الأشياء وأقليها بنفس الزيت تبع الحلال، بالنسبة لي صارت محرمة باعتبار النجاسة. لكن صدقته أنا، لو قال لي أنا لا يوجد عندي شيء حرام أيضا أصدقه لأنه مؤمن. هذا من ناحية. ناحية أخرى وهذا مرض آخر، أنه هناك مؤمنون عندهم وسواس وقضية أيضا اللحم الحلال، بحيث لدرجة أنه لا يأكل إلا إذا ذبح بنفسه، هذه واحد مو مشكلة، وبالتالي المشكلة هذا معنى هذا لا تعتبر مشكلة، هذه بالعكس هذا شيء رائع جدا. المشكلة أين؟ المشكلة أنه عندما يدعى إلى بيت أحد المؤمنين تجده يسأل من أين اللحم جاء؟ جئت باللحم؟
فيخجل هذا يحرج المؤمن في بيته وأمام ضيوفه، من أين جئت بهذا اللحم؟ هو يريد أن يتأكد أنه يأكل الحلال، لكن من جهة أخرى ماذا فعل يا أخوان؟ فعل أشد من الحلال، فعل محرم أشد من تطبيق الحلال، وهو إحراج المؤمن وإهانته في بيته. أنت المؤمن عندما يعزمك على بيته لست مضطرا لأن تقول نعم أنا بجي أهلا وسهلا، لا، إذا تشك في أكله خلاص لا تذهب، إذا ذهبت لا تحرجه أمام الناس، لأن هذا المؤمن يعرف أنك لا تأكل إلا الحلال، وبالتالي حتما لن يحضر لك إلا الحلال، والمسألة على ذمته لأنه هذا مؤمن في النهاية. فلا يجوز إحراجه وإهانته، لأن إهانة المؤمن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لو نقرأ الأحاديث التي تتحدث عن هذه المسألة لوجدنا أنفسنا نحن بعيدين كل البعد عن تطبيق هذه الأحاديث. حرمة إيذاء المؤمن وإحراج المؤمن لأجل ماذا؟ لأجل والله أنا متشدد في أكل الحلال، فأسأل هذا الشخص كلما دخلت بيتا أسأله من أين أتيت باللحم؟ من عند فلان ولا علان؟ من عند فلان ولا علان؟ هذا مشكل. هو لا ينتبه، هو لا يعرف أنه يفعل الإحراج، هو يريد أن يتأكد أن ما يدخل إلى معدته حلال، لكن ارتكب المحرم من حيث لا يدري. هذه الأمور لا نلتفت إليها، تأتي بشكل مباغت إلى الإنسان. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة كل هذا التشديد على ماذا؟ على أن لا يأكل اللحم الحرام، صحيح؟ يريد أن يأكل اللحم الحلال. طيب، ألا هذا يعادله أنه لا بد أن يلتفت دائما أنه لا يأكل الحرام؟ يبتعد عن أكل الحرام في اللحوم وفي الذبائح، لكنه ينهش في لحم أخيه ميتا في الغيبة والنميمة. أيهما أشد حرمة، أن آكل من لحم أخي أم آكل من لحم غير حلال؟ ما هي الأشد حرمة؟ أن آكل من لحم أخي. فأنا متشدد أن لا آكل اللحم الحرام، لكن مجرد أن يذكر أخي أغتابه وبكل بساطة وبكل سهولة. الغيبة من الذنوب ومن الأمراض التي لا تشعر بها، التي تأتي فجأة من حيث لا يلتفت الإنسان، لكن نتيجة هذه نتيجة ثقافة خاصة، نتيجة نيات أو ثقافة أو أمور في العمق موجودة، تجده يفلت في الغيبة ويفلت في هذه المسألة، مع أنه أشد حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا في نفس الوقت الذي أتشدد فيه أني لا أكل الحرام، علي أن أتشدد بأن لا أكل من لحم أخي، وأن هذه الغيبة أعود نفسي أن لا تكون في ذهني وأن لا تكون في بالي. صلى على محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. التفت إلى هذه الرواية، فيها درس عظيم، وبسببها يقال نزلت الآية أو هي تفسير للآية الكريمة. يقول عن أنس: كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار، يعني لما نكون في سفر كل واحد يخدم، يتناوبون الخدمة على بعضهم البعض، هذا يقدم الطعام مثلا والآخر ينظف الأواني، هذا يقدم كذا وهذا يقدم كذا. وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، هذا الرجل في روايات أخرى هو سلمان الفارسي. فكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فناما واستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، سلمان لم يهيئ لهما طعاما، فقالا: إن هذا لنؤوم بين بعضهما البعض. إنه قديش بنام سلمان؟
إن هذا لنؤوم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأيقظاه فقال ائت رسول الله صلى الله عليه وآله فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأذنانك، يعني بيطلبوا منك أكل يفطروا فيه أو يأكلوا شيء. فقال صلى الله عليه وآله، انتفتوا للجواب، فقال صلى الله عليه وآله إنهما اتدما، يعني أكلا أوردي أكلا اتدما. فجاءه فقال يا رسول الله بأي شيء انتدمنا، يعني بشو أكلنا بشو ما أكلنا شيء نحن. قال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما. هذا النبي يحلف يقسم أنه يرى لحم سلمان بين ثنايا أبي بكر وعمر. فقال استغفر لنا يا رسول الله، قال استغفر لنا يا رسول الله، قال مراه فليستغفر لكما. المسألة مو بإيد رسول الله، مو بإيد الله سبحانه وتعالى، مسألة بإيد صاحب الحق. فإذا كنتم نادمان على هذا الفعل وتريدون التوبة والاستغفار فاسألوا سلمان هو الذي يغفر لكم لأنه هو صاحب الحق. إلى هذه الدرجة عظمت غيبة المؤمن، حتى أنه ورد في الروايات أن المؤمن أن المغتاب إذا اغتاب أحدا ومات ولم يتب فهو أول من يدخل النار، وإذا تاب قبل أن يموت فهو آخر من يدخل الجنة. لهذه الدرجة الغيبة. لكن كما قلت نتساهل كثيرا في إيذاء المؤمن، نتساهل كثيرا في غيبة المؤمن، في النميمة بين المؤمنين، في فضيحة المؤمن. الآن هذه التصاوير التي نصورها بدون إذن، أولا من قال أنه يسمح لك أن تصور أي مجلس بدون إذن أصحابه؟ بعض الناس مجرد أن تجلس يفتح التسجيل. استأذنت؟ لا. إذا فعلت المحرم، هذا أول محرم فعلته. المحرم الثاني أنه ينشر ما سجل، ينشر ما سجل، هذا حرام أيضا. فأنت ارتكبت محرمان، الحرمة الأولى هي أنك سجلت من دون إذن المؤمن، الحرمة الثانية أنك فضحته على الإعلام. الآن كيف تتوب؟ والله التوبة صعبة. ليش؟ لأن هذا الفيديو انتشر، مهما تبت ومهما حاولت أن ترفعه من اليوتيوب من الفيسبوك من الواتساب خلاص ينتشر كالنار في الهشيم. فلذلك علينا أن نلتفت، أصلي صلاة الليل لكن بنفس الوقت أقتل نفسي لأصلي الليل، لكن مجرد أن يذكر فلان أغتابه أو أفضحه أو 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 كذا. فهذه المسائل يجب أن نلتفت إليها يا أخوان، هذه من الأمور التي تضرنا في عملنا. نحن نخاف الله، المعادلة يجب أن تكون متساوية الطرفين، أنه عندما أخاف الله لا يكون على شيء على حساب أشياء أخرى. أنت تخاف الله نعم، ولكن لا تحرج المؤمنين، لا ترتكب المعاصي بحجة الخوف من الله سبحانه وتعالى. عليك أن تثقف نفسك كيف تتعامل مع هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز أن يكون خوفي من الله أن لا أكل الحرام يؤدي إلى إيذاء المؤمن في أن أسأله أمام الملأ من أين جئت باللحم الذي سوف نأكله. هذا لاحظوا في كثير ما راح يلتفتوا عليها، حتى معممين، حتى معممين بشوفهم بيفوتوا على بيت مؤمن بيسألوا من وين جبت اللحم، هذا إحراج، هذا غلط. اهتمام جيد، ولكن ليس على حساب ماذا؟ كرامة المؤمن، ليس على حساب عزة المؤمن.
وعلى هذا الأساس علينا أن نتعامل. نحن عندنا مشكلة في التعامل مع الأحكام، مشكلة في التعامل في التطبيق العملي للدين. نحن يجب أن نلتفت ونعمل وننظر إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم العنوان الذي يمكن أن يعطينا مثالا لكل شيء في حياته. الإمام علي كان أزهد الناس وأعبد الناس، لكن كان يعمل وكان يسعى في رزقه وكان له حياته الاجتماعية مع عائلته ومع أسرته ومع جيرانه ومع كل الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوجد مثله في العبادة، لكن لم يتخلى عن الناس، بل أفضل العبادة مساعدة الناس. أفضل العبادة، أفضل الأعمال أن تساعد الإنسان الناس. أستاذنا رحمه الله آية الله العظمى الشيخ فاضل الأنكراني رحمه الله أحد المراجع العظام يقول أنه خدمت في الحوزة العلمية، طبعا أستاذ ومرجع كبير كان الأعلم في زمانه في قم، يقول خدمت في الحوزة العلمية أكثر من 50 سنة بين التدريس والتبليغ والتعليم وخدمة المؤمنين، لكن ما وجدت أفضل من خدمة المؤمنين، ما وجدت عملا أفضل من خدمة المؤمنين، قضاء حوائج المؤمنين. هذا عبادة، هذا عمل فيه منفعة للناس، خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس من سلم الناس من لسانه ويده. إذن علينا أن نكون مؤمنين بهذا الشكل، بأن لا نكون مؤمنين لأنفسنا فقط لنضمن الجنة ونبتعد عن النار، لا، علينا أن نكون مؤمنين أيضا في معاملتنا مع الآخرين وفي محبتنا للآخرين وفي تسامحنا مع الآخرين ومع بعضنا البعض. هذا مدرسة يمكن أن تنشأ، يمكن أن نستفيدها من الحسين عليه السلام في كربلاء. هذه التطبيقات نجدها في كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام لم يشأ محاربة القوم، هم أجبروه على الحرب. أن تتصور أن واحد يبكي لأعدائه، يبكي على أعدائه. الإمام الحسين عليه السلام عندما نظر للقوم ووجد أنه لا بد من الحرب بكى. سأله أحد الناس أنه لماذا تبكي يا ابن رسول الله؟ قال أبكي على هؤلاء القوم لأنهم سيدخلون النار بسببي. لاحظ، من منا يمكن أن يفكر هذا التفكير؟ لو عندي عدو بدي أكله أكل مسك وتمزيق، ما أفكر فيه بدي يدخل النار ما بدي يدخل النار. الإمام الحسين بكى لأن هذا العدو سيدخل النار بسببه، بسبب الإمام الحسين، بسبب معاداته للإمام الحسين. هؤلاء الناس في كربلاء أليسوا مسلمين؟ نعم. لو قلت لهم ما هو دينكم؟ لقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لعذلك يريدون أن يتقربوا إلى الله بماذا؟ بقتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ما هذا المؤمن الذي يتقرب إلى الله بمعصية أكبر من تقربه إلى الله؟ هنا الثقافة الإسلامية، هنا المعادلة تأتي. كيف أنا أتقرب إلى الله بقتل ولي الله؟ لا يمكن هذا. هذا السؤال، هذا ثقافة المسلمين في ذلك الوقت، أنهم اعتبروا الإمام الحسين عليه السلام خارجا على إمام زمانه وبالتالي قاتلوه. بل ليس هذا، بعضهم قال للإمام الحسين نحن نقتلك كرها بأبيك، لأنهم يبغضون عليا عليه أفضل الصلاة والسلام. فهؤلاء مسلمون، ولكن ماذا نفعهم إسلامهم؟ هل طبقوا؟ كانوا يصلون. عبد الرحمن بن ملجم كانت جبهته سوداء من كثرة السجود، كان عندما يتهجد ويسمع أحد صوته يبكون في الشارع، لكنه قتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هل هذا صح؟
هل هذه المعادلة صحيحة؟ هذا نفس الشيء الذي نفعله نحن. أريد أن أكل لحم الحلال لكن بنفس الوقت أستبيح لحم أخي المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا من الموالين لأهل البيت والمطبقين لديننا من خلالهم إن شاء الله، لنفهم هذا الدين ونعرف كيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لنا ولكم، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على